البراء محمد قاد الخولاني احد جرحى جبهة مريس. وضع الجرحى صعب، لا يتلقون العناية ولا يعانون مشاكل عدة، ومنها السكن ومنها المصاريف ومنها، قدموا دماءهم في الجبهات ولا يلقوا الرعاية المتوفرة. المعاناة الجريح يعني هو المقاتل عندما يتقدم إلى الجبهة ينظر إلى ما خلفه أن القيادة والحكومة أنها تكون مهتمة فيهم، ولكن العكس أنه يشوف أن هذا يعني عدم الاهتمام بالجريح وعدم الاهتمام بالمقاتل، ولذلك يعني المقاتلين توجد عندهم انخفاض في روح المعنوية للقتال. اولا هذا جاء عهد من رئيس الجمهوريه المشير عبد الرب منصور هادي للشهداء واسر الجرحى بالاعتناء الكامل. هذا اللي منقصنا، الذي لم يوجد. للاسف الشديد هذا هو الملف الشائك، وهذا هو الملف الذي يؤلمنا دائما، وهذا هو الملف الذي ييقظ النوم من اعيننا في جبهه مريس. هناك اهمال، هناك عدم لفتة من الجانب الحكومي ومن التحالف لجرحانا، هناك من تعفنت جراحه، وهناك من هو طريح الفراش، وهناك من هو يعني يتعالج على حسابه وعلى نفقاته الخاصة. نعم هناك فعل خير ولكن بشيء بسيط جدا، وليس هناك التقديم الكافي، وفي إعاقات وفي إهمال صحي. هناك الآن معنا معاقين إعاقة تامة ولم يجدوا الخدمات والعناية والعلاج الكافي لهم. طبعا كثير من الجرحى، خاصة الحالات المحرجة والحالات التي لا تستدعي الانتظار إلى اعتماد لهم السفر إلى الخارج، مما يضطرنا إلى أن نقوم بعلاجهم على حسابنا. ونناشد التحالف والشرعية بالاهتمام بجرحانا وأسر شهدائنا. نطالب الحكومة ونطالب التحالف على إيجاد يعني مستشفى ميداني، ونطالبهم إيجاد يعني سيارة إسعاف إلى جبهة مريس، يعني بحيث أنهم يعانون من هذه نقص في العلاج ونقص في الأدوية ونقص في المستلزمات الطبية. أن يلتفتوا إلى هذا الملف وأن يولوه اهتمام ويعطوه حقه. المطلوب من الدولة أو من الشرعية أو من التحالف الاهتمام أقل ما يقدمه للشهيد الذي ضحى بأغلى ما لديه هو روحه، وأيضا لعائلته الذي لم أحد يعينها الآن مختلف الجرحى. نناشد رئيس الجمهورية أولا والحكومة والتحالف أن يلتفتوا وأن يقدموا الدعم والعون للجرحى، لأنه ملف شائك وملف متعب، وتعاني منه الجبهة معاناة أشد المعاناة في هذا الملف.